الرحيم، ازيكم شباب؟ اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الابر لمب او الطرف العلوي، وتحديد ناخد موضوع جديد الا وهو الاكزيلا، او اللي هي بنسميها بالبلدي كده منطقه الايه الابط. طبعا الاكزيلا هنا هنلاقيها على الصوره الملونه باللون الاخضر، المنظر اللي احنا شايفينه ده، ونجد ان الاكزيلا هي عباره عن منطقه بيراميدال او منطقه هرميه الايه الشكل، وبتتواجد ما بين الجزء العلوي من الثوراسيكول. زي ما احنا شايفين كل ده انا بعتبره الثوراسيكول او بعتبره الثوراسيكيج، فهي بتتواجد ما بين الجزء العلوي الابر بارت اوف ذا ثوراسيكول والابر بارت او الجزء العلوي من الايه من الارم او من الايه الذراع. طيب لما نيجي نشوف كده، نشوف الحدود بتاعه الاكزيلري او الاكزيلا، منطقه الاكزيلا هبدا انا اطلعها بره كده. هجد ان الاكزيلا عباره عن اربعه وولز او اربع جدران، وعباره عن الراس اللي هي بنسميها الايبكس، وعباره عن البيز اللي هي بنسميها القاعده، زي بالظبط كده اي هرم. الهرم عباره عن ايبكس او عباره عن الحته اللي هي العلويه منه، واخد بالك، او الراس بتاعه. في ناس بتعتبر ان الايبكس اللي هي الحته دي بس، واخد بالك، وان الجزء ده كله بنعتبره حاجه اسمها الانلت او المدخل بتاع الاكزيلا. يعني المهم ان الايبكس اللي هي الحته الايه العلويه من الايه من الايه الاكزيلا، واخد بالك، قد تشمل الحته دي بس او كل الجزء ده، ممكن نسميه الايبكس باعتبار ان هو الجزء العلوي والجزء المدبب من الاكزيلا. خلاص كده. طيب في عندنا هنا الحته الثانيه دي بنسميها البيز او الايه او القاعده. يبقى دايما كده اي هرم عندك عباره عن البسبوسه بتاعته او الحته العلويه، تمام كده. بس هنا يعني تلاحظ ان البسبوسه مختلفه شويه او ايه او واسعه شويه. برضه هنا هتلاحظ ادي الايبكس اهي، واخد بالك، وهنا في مكونات داخله الاكزيلا او داخله منطقه الابط من خلال الايبكس، فده بنسميه الايبكس بتاع الاكزيلا او بنسميه الانلت بتاع المجزلة. وهنا تحت هنجد ادي البيز بتاع الاكزيلا. برضه لما نيجي هنا فوق كده، بص هنا، هنا الايبكس بتاع الاكزيلا تقريبا، اللي هو بيبقى منطقه التقاء الاكزيلا بالنك او بالرقبه. وهنا هنجد طبعا ادي الايه البيز اللي هي بنعتبرها منطقه التقاء الاكزيلا مع الارم او مع الذراع. ما علينا، يعني المهم تبقى عارف ان الجزء العلوي ده اللي هو بنسميه الايبكس، والجزء اللي تحت ده بنسميه الايه البيز او القاعده. الباقي بقى عندنا وولز، عندنا جدران. عندي الجدار اللي هو قدامنا كلنا ده، ده بنسميه الانتيريور وول، اللي هو الجدار ده، ده بنسميه الانتيريور وول. وطبعا الناحيه الثانيه اللي هو الجدار اللي هو موجود ناحيه الظهر اللي انا ما بشوفوش، ده بنسميه البوستيريور وول. يبقى انا عندي الانتيريور وول اللي هو قدامي، والبوستير وول اللي هو الناحيه الثانيه. يظهر عندنا برضو الجدارين المتبقيين او الجدارين اللي فاضلين. في جدار اللي هو بيبقى ناحيه الريبس او بيبقى ناحيه البلوع، ده بنسميه الميديال وول. وفي الجدار اللي بيبقى ناحيه الارم او بيبقى ناحيه الذراع، ده بنسميه اللاترال وول. يعني ده هنسميه كده اللي هو الناحيه دي، ده نسميه ميديال وول، انما الناحيه الثانيه ده نسميه لاترال وول. لسه هنتكلم عن الموضوع ده يعني بالتفصيل، وازاي الوولز او الجدران دي بتتكون، وايه العضلات اللي بتخش في تركيب كل جدران، كل جدار من هذه الجدران. لكن النهارده في الحقيقه هنتكلم تحديدا عن الايبكس اوف ذا اكزيلا، اللي هو الجزء العلوي من الايه الاكزيلا، او اللي احنا بنعتبره الانلت او المدخل بتاع الاكزيلا، نعتبره هو الحد الفاصل الموجود ما بين الاكزيلا وما بين النك. طبعا كلنا عارفين ان النك بتبقى هنا والاكزيلا بتبقى هنا، فتعتبر الايه الايبكس اوف ذا اكزيلا، الجزء ده يعتبر هو المحطه الموجوده ما بين النك، ما بين الرقبه وما بين الاكزيلا. لما نيجي نتفرج على الايبكس بتاع الاكزيلا ونتكلم على الباوندريس او الحدود بتاعه الاكزيلاري ايبكس، هنجد ان هي مكونه من ثلاث اجزاء. الجزء الاولاني الحقيقه هو الايه الكلافيكل او عظمه الايه الكلافيكل، اللي هي العظمه الموجوده قدام هنا. والجزء الثاني اللي هو الفيرست ريب او الضلع الاولاني. والجزء الثالث اللي هو الابر بوردر اوف ذا سكابيلا. انا عندي هنا عظمه مثلثه الشكل تسمى السكابيلا، الجزء اللي هو الاعلى منها اللي هو بنسميه الابر بوردر اوف ذا سكابيلا. يبقى انا عندي بالظبط كده الثلاث مناطق دول بيشكلوا الحدود اللي هي بتاعه الايبكس. يبقى لما يجي يقول لك الباوندريس او الحدود بتاعه الايبكس اوف ذا اكزيلا، تقول لي والله اول حاجه الكلافيكل والاوتر بوردر اوف ذا فيرست ريب، او ممكن نقول الحد الخارجي من الضلع الاول، لان الضلع الاول كده طبعا او اي ضلع يعني بشكل عام يبقى عباره عن سطح او بوردر من بره وبوردر من جوه، واخد بالك. فانا يلزمني مين؟ يلزمني البوردر اللي بره اللي هو بيبقى ناحيه الايه؟ ناحيه الاكزيلا. عندك برضو الاسكابيلا ليها بوردرز كتير او ليها حدود كتير، انا يلزمني منها الحد العلوي، الابر بوردر او الحد العلوي من الايه؟ الاسكابيلا. برضو دي رسمه ثانيه، هي برضو هنجد هنا ادي الايه؟ الاسترنم او عظمه القصه اهي، وهنا ادي الكلافيكل خلاص كده، وهنا ادي الضلع الاولاني او الفيرست ريب اهو، ريب واحد، واخد بالك. هنا نجد ادي الاسكابولا او عظمه الاسكابولا، واخد بالك، وادي الحد العلوي. يعني لو جينا رسمنا كده رسمه هنجد ادي الكلافيكل اهو، بص الكلافيكل اهو تمام، والابر بوردر بتاع الاسكابولا اهو، واخد بالك، والفيرست ريب او الضلع الاولاني اهو. يبقى هنا تقريبا في الحته دي كده، واخد بالك، بيتواجد الايه الايبكس بتاع الايه الاكزيلا، او الجزء اللي هو بيربط ما بين الاكزيلا وما بين الايه النك. ده يعني المشهد من ايه من فوق. يعني الايبكس ده او الجزء اللي هو المدخل اللي فوق بيدخل مجموعه من الاعصاب بنسميها البريكيال بلكسس، وقلنا ان ديت هي المسؤوله عن النيرف سبلاي لكل العضلات تقريبا الموجوده في الابر ايه الابر لمب. ونكمل مع بعض في الفيديو اللي جاي.